السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد عزم من فرقة ثالثة. كل سنة وانتم طيبين يا شباب. النهاردة هنكمل الـ Gate Analysis System. أول حاجة معانا اللي هو الـ Force Plate Recording، ده بي display الـ Kinetic Parameters و Gate during الـ Stance Period، يعني بيقيس القوة خلال الـ Stance. لما الـ Body Weight بيتحرك على الـ Supporting Foot بيتكون 3 Forces، اتنين Horizontal وواحد vertical. محصلة التلات قوى دولت بيديني ال ground reaction force vector. ال ground reaction force vector هو اللي بيتقاس من خلال ال force plate، ودوت بيكون مضاد للوزن في الاتجاه ولكن بيساويه في الماجنتيود. ال force plate components بيتكون من ايه؟ بيتكون من rigid platform suspended محطوطة على piezo electric or strain gauge transducers، وديت بتكون كريستالات في حالة البيوز الكتريك أو حساسات في حالة strain gauge transducers، بتتحسس للضغط وبتحوله لي charge يقدر الجهاز يتعامل معاها. البليد ديت بتكون محطوطة على فريم، الفريم عند كل كورنر منه بيكون فيه transducers. transducers بتكون sensitive لأي force بتتكون خلال ال 3 planes، وأي فورس بتتكون بتحول من خلال الترانسديوسرز دي. الجهاز دوت بالتعاون مع الموشن أناليسيس سيستم أقدر أخد منه جوينت فورسز مومنتس أند باور ثرو كاينيتيك سوفت وير معين. الستاندرد سايز بتاعه بيكون 45 × 60 سنتي، والويت بيكون من 112.5 كيلوجرام. أنواعه زي ما قلنا هما نوعين، أول نوع منهم هو البيزو إلكتريك فورس بليتس، وده بيتكون من كريستالات من الكوارتز ترانسديوسرز تحديدا السيليكون دايوكسيد، بيطلع منها الكتريك تشارج لما بيتحط عليها ستريس او تحت اللود. التشارج دي بتكونفرتد تو فولتج بيتناسب طرديا مع اللود الواقع عليه. من ميزاتها ان هي دو نوت ريكواير ا باور سبلاي، ما بتحتاجش باور سبلاي عشان اكسايت الترانسديوسرز. كمان هي مور سنسيتيف وهاز ا جريتر فورس رينج من السترين جيج تايب. مثال عليه الكسلر فورس بلاتفورم. النوع التاني هو السترين جيج، ده بيستخدم السترين جيج عشان يقيس الاسترس الواقع على خلايا من الالومنيوم ترانسديوسرز لما بيتحط عليها اللود. ديت على عكس النوع الاولاني بتحتاج اكسايتيشن، من امثلتها الـ AMTI او الـ Advanced Mechanical Technology Incorporation. Measurement obtained from the force plate، يعني ايه القياسات اللي بقدر اطلع بيها من الفورس بليت. اول حاجه هي vertical load، the normal stance phase pattern of vertical forces اللي بتتكون عند ال walking speed 82 متر في الدقيقه. تاني حاجه horizontal shear، والشير هو الفورس اللي بتتكون parallel لل walking surface، وهما two forces horizontal anterior posterior، ودي بتتكون لما الـ Ground Reaction Force Vector يحيد عن الوضع الـ Vertical، يحيد عن الوضع العمودي. أما الـ Horizontal Medial Lateral دي بتتكون لما يحصل انتقال لوزن الجسم من الـ Limb اللي أنا واقف عليه للـ Limb التاني. تالت حاجة وهي الـ Vectors، وإحنا قلنا الـ Ground Reaction Force Vector دوت بيكون محصلة 3 Vectors اللي فاتوا، اللي هما الـ إيه؟ الـ 1 Vertical والـ 2 Horizontal. رابع حاجة يقدر يقيسها وهي الجوينت مومنت. الجوينت مومنت اللي هو التورك، التورك بيكون ناتج ضرب الفورس في الليفر ارم، يعني القوة في ذراعها. ذراع القوة بيكون هو المسافة الرأسية ما بين اللاين اوف اكشن بتاعها والفالكرم او السنتر اوف ذا جوينت. تعالوا نرجع سريعا على اللي قلناه. احنا كنا نتكلم في الفورس بليت، وهو جهاز بيتحط في منتصف الوك واي اللي بستخدمه عشان يمشي عليه الشخص محل التجربة. بيقيس البارامترز خلال الستانس فيز، هو بيتكون من نوعين، أول نوع البيزو إلكتريك أو السترين جيج. النوعين دول بيكونوا حساسين للضغط، البيزو إلكتريك بيكون من عبارة عن كريستالز، أما السترين جيج فبيكون بيحس الضغط عن طريق الألومنيوم سيلز. قلنا انه بيقدر يقيس اربع حاجات، ايه هما تاني؟ ال vertical load وال horizontal shear. قلنا ال horizontal shear بيكون اتنين قوة، horizontal anterior posterior او horizontal medial lateral.
وي بيقيس الفيكتورز والجوينت مومنت. تاني جهاز معانا هو الديناميك الكتروميوجرافي، وهو بيقيس حاجتين مهمين جدا، البيريود والانتنستي. هو بيقيس الفترة اللي بيشتغلها العضلة وشدة أو القوة اللي تشتغل بيها العضلة. الالكتروميوجرافي ايه هو؟ هو انسترومنت، جهاز بيسجل الالكتريكال اكتيفيتي، بيسجل النشاط الكهربي للعضلة، النشاط الكهربي للعضلات الإرادية خلال ايه بقى؟ خلال الريست او الفوليشنال اكتيفيتي، يعني خلال النشاط اللي انا بعمله اراديا، او عند التحفيز الكهربي، او اثناء الالكتريكال اند ميكانيكال ستيمولاي، عشان يديني انديكيتور اوف ماسكولار فانكشن، يعني يديني مؤشر لصحة العضلة او هل هي بتقوم بوظيفتها بشكل تمام ولا لا. مين بيستخدموه؟ بيستخدموه الكلينيشنز عشان يديجنوز البروبلمز في النيورو ماسكولار سيستم، او الارجونومست ليه؟ عشان يشوف التاسكينج دوت او الوظيفة ديت ايه الريكويرمنت بتاعتها، ايه المتطلبات العضلية بتاعتها، او الفيزيوثيرابيست عشان identify the mechanism involved in various adaptation within the neuromuscular system. يعني بيشوف الجسم بيأدبت ازاي مع الظروف المختلفة، بيأدبت ازاي للتمرين مثلا exercise، ايه التغيرات اللي بتحصل فيه. او بيستخدموا البيوميكانيست عشان يشوف المسل فورس او يقيس المسل فورس. common applications of EMG، احنا قلنا انه بيقيس التايمينج والفورس وكمان الفريكونسي. بيقيس التايمنج، الاكتيفيشن تايمنج بتاع المسل بتشتغل امتى، الفورس بتشتغل قد ايه او بتطلع فورس قد ايه. تاني حاجه، تالت حاجه هي الفريكونسي، يعني ايه؟ يعني بيقيس العضله دي بتتعب بسرعه قد ايه، عن طريق انه بيقيس الفريكونسي اللي بيطلع بيها السيجنالز من العضله. طب ايه هو الاوريجين بتاعه؟ هو بيشتغل على الموتور يونت. الموتور يونت هي زي ما خدنا قبل كده النيرف ومجموعة الفايبرز اللي بيغذيه، one single motor nerve و group of muscle fibers which it activates. ال effectiveness of the muscle action in EMG is determined by ال effectiveness بتاع ال muscle action لل EMG تحدد عن طريق ايه؟ أربع عوامل: number of motor units activated، عدد ال motor units اللي اشتغلت جوه العضلة ديت، حجم ونوع الفايبرز وكمان سلامتها أو صحتها، والانترماسكولار اند اكسترنال ميكانكس، الميكانكس اللي بتأثر على العضلة سواء جواها أو اكسترنال، والموتور يونت ديسبيرجن within the muscle، يعني توزيع الموتور يونتس جوه العضلة، الموتور يونتس متوزعة فيها ازاي. ال EMG instrumentations بيتكون من ايه الجهاز ده؟ طيب احنا عندنا لازم يبقى فيه حاجات للإدخال اللي هي الإلكترودز، وحاجات للتحسين والمعالجة اللي هي الأمبليفيكيشن والفلترنج وترانزميشن، ورابع حاجة عندنا ريكوردينج سيستم. في عندنا ثلاث أنواع من الإلكترودز. أول نوع معانا هو النيدل إلكترودز، هو عبارة عن نيدل إبرة جواها بيكون فيه من 1 لـ 4 thin wires، very thin wires، لمسة جوانب الإبرة دي. طيب الإبرة دي بتنقل السيجنال من السراوندينج تيشو حواليها. تاني نوع هو الواير الكترودز، it is used to record the activity of the individual components or the action potentials of a signal motor unit. ده بيكون عند الموتور يونت، بيخش جوه العضلة نفسها عشان يقيس ايه الاكتيفيشن بتاعها. اما السيرفس الكترودز فهم 2 الكترودز العاديين بقى، البادز اللي بتحط على الجسم من بره، منه الباسيف وفيه الاكتيف. دولت بيقيسوا فرق الجهد اللي بيتكون لما بيوصل الاكشن بوتنشال للعضل، الفود بريشر ميجرمنت ده بيحدد الاوفر اول ووكينج كابابيليتيز، ات ريكورد ذا انفورميشن في مرحله الفود فلور انترفيس ديورينج الستانس فيز اوف ذا جيت، ميجر ذا لود ديستريبيوشن بنيث ذا فود ديورينج ستانس، يعني بتقيس توزيع اللود على الفود من تحت خلال الستانس فيز. برانتر بريشر ميجرمنت يوزز فورس سنسيتيف ريزيستورز، بتستخدم فورس سنسيتيف ريزيستور ترانسديوسرز. When pressure is applied to the transducer بيطلع بتزيد فيها المقاومة الكهربية، وبالتالي ده بيindicate ان في هنا بريشر، بيindicate ان في زيادة في البريشر. هما نوعين من الأجهزة بيستخدموا، البريشر بلاتفورم او البريشر مات والانسول ديفايسز.
اول نوع اللي هو البريجر مات زي صورته الموضحه على اليمين هنا، هو عباره عن بلاتفورم موجوده في السنتر اوف ذا ووك واي زي ايه، زي الفورس بليت. it provides a quick and easy way of measurement. بيديك ايه؟ بيديك اربع حاجات: color of pressure pictures و center of pressure line. بص على الصورة كده اللي على اليمين تحت، هتلاقي فيه هي دي ال color of pressure picture، يعني الأماكن اللي فيها ضغط عالي هتلاقي هي اللي باللون الأحمر، وبتدي كل ما الضغط يقل على الأماكن اللي اللون بيقل، فتبتدي أحمر، برتقاني، أصفر، أخضر، لحد ما توصل لحد الأزرق وهو أقل ضغط ممكن. أما السنتر اوف بريشر لاين ده بيوديك السنتر، بيوريك السنتر اوف بريشر اتحرك ازاي خلال الستانس فيز، وهو اتحرك بشكل الخط اللي هو ايه واضح قدامنا ماشي في نص الفود ده. بيوريك تغير الفورس والبريشر مقارنة بالتايم، وبيديك ديتيلز اناليسيز اوف سيلكتد ارياز اوف فود، يعني بيشوف الاريا دي من الفود البريشر اتغير فيها ازاي او وقع عليها ازاي. البريجر انسول، وهي ببساطة عبارة عن حاجة زي فرشة الجزمة تحط جوه الشوز بالشكل اللي على اليمين ده، أو بالشكلين اللي على اليمين ده. طيب هي بتديك نفس الداتا اللي بتديها لك البريجر ماس اللي احنا لسه قايلينها، بالإضافة بقى لإيه؟ Dynamic measurement of footwear and orthosis، يعني لما بتتحرك فيها هي بتديك داتا أكتر عن مدى مناسبة الفوتوير ده اللي هو الشوز، أو الأرثوزس اللي هي الجباير الطبية. Insole measurement of multiple cycles، وبتديك كمان فرصة إن أنت تكمبير بلانتر بريشر ديستريبيوشن with different shoe insert or and orthosis، يعني بتديك إن أنت تقارن ما بين البريشر ديستريبيوشن مع different shoes أو orthosis، بتقارن ما بينهم وتشوف إيه أنه الأحسن فيهم. The foot contacts the floor in the following sequence، الفوت بتتلامس مع الفلور بالترتيب دوت زي ما خدنا في الإيه؟ في الجيت، زي ما خدنا في الجيت في الاول. اول حاجه الهيل سبورت، بعدين الفوت فلات اللي هي الهيل والميد فوت، وبعدين اخر حاجه بتلمس الارض هي الفور فوت، وهي اخر حاجه برضو بتطلع عنها. لاست اريا اوف فور فوت ان كونتاكت وذ ذا جراوند، خلاص بقى انا خلاص رفعت برفع رجلي، اخر حاجه بتغادر الارض هي الفور فوت. طب ايه تحديدا في الفور فوت؟ هو الفيرست ميتاتارسل. ليه؟ لان في اللحظه ديت البادي ويت بيرول للاذر فوت، بينتقل للاذر فوت. Foot pressure. The static foot pressure. During standing, the distribution of the load in the foot is بيكون بالشكل التالي. خلال الوقفة بيكون توزيع اللود على الفوت بالشكل ده: 60% في الهيل، 8% في الميد فوت، و28% في الفور فوت، و4 في التوز. البيك بريشر اندر هيل از 2.6 ضعف من الفور فوت، وده منطقي لان الهيل اوريدي واخد 60% من ايه من اللود. طب فين تحديدا في الوزن بيتركز فين تحديدا في الفور فوت؟ عند السكند ميتاتارس. Dynamic foot pressure during the gait. The base of ground traction force vector lies within the foot in contact with the floor. The point is called center of pressure. زي ما احنا عارفين ان center of pressure هو نقطة حمل الجراوند اكشن فورس فيكتور او البوينت اوف اكشن بتاعته. بس هنا بيقول لك ان الورد بريشر از نوت كوريكت، والمور اكوريت ان انا اقول منها سنتر اوف سبورت. السنتر اوف بريشر ريبريزنتس ذا مين اوف ذا فيرتيكال فورسز اون ذا فورس بليت. سنتر اوف بريشر از ريليتد تو ذا بلانتر اوت لاين اوف ذا فوت اند داز نوت نيسيسيرلي ايدنتيفاي ذات بورشن اوف ذا فوت ريسيفينج ذا جريتست بريشر. بمعنى ان center of pressure بيكون مرتبط اكتر بالاوتلاين بتاع الفوت، لكن كون center of pressure في النقطه دي فده مش معناه ان النقطه دي هي اكتر نقطه بيقع عليها البريشر، لانه ببساطه محصله البريشر الواقع على الايه على الرجل كلها. يعني only during loading response or during forefoot support in terminal stance the center of pressure will have the anatomical significance. يعني مثلا في التيرمينال ستانس انا خلاص بستعد احدي البروبالجن عشان اطلع، فالسنتر اوف بريشر في الحاله ديت بيكون له اهميه تشريحيه، وهو انه لما بيكون عند الميتاتارسلز بيديني مور سبورت، بيديني الثبات اكتر لما اجدي البروبالجن.
كده احنا خلصنا، اتمنى تكونوا استفدتوا، كل سنة وانتم طيبين تاني. Thank you.